والعمامة قد اختلف العلماء في المسح عليها، فبعض العلماء يرى أنه لا يمسح على العمامة إلا عند الحاجة أو الضرورة، ويستدلون بما يأتي. أولا ما جاء في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، فلما قدموا شكوا إليه البرد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي كل ما يعصب على الرأس من عمامة ونحوها، والتساخين كل ما يسخن القدم من جلد ونحوه. الدليل الثاني أن المسح على العمامة يوجب المسح على غير الرأس، والشرع إنما أمر بالمسح على الرأس لا على الحائل الذي يكون عليه. القول الثاني أن المسح على العمامة يجوز دون تقييدها بحال إذا توفرت فيها الشروط، ويستدلون بما يأتي. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بالمسح عليها، ومن بين هذه الأحاديث ما تقدم ذكره في مسند الإمام أحمد. الدليل الثاني فعله عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة فقط، وثبت أنه مسح على العمامة مع الناصية، وكل ذلك ثابت. ولذا قال بعض العلماء مما يجيز المسح على العمامة لا بد من مسح ما ظهر من الرأس، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقتصر على المسح على العمامة، وذلك لثبوت النص مقتصرا على مسح العمامة. لكن إن مسح عليها مع ما ظهر من الرأس فمستحب لفعله عليه الصلاة والسلام. والصواب من هذين القولين واضح في ترجيحنا في الخلاف الحاصل بين من أجاز المسح على العمامة، فالصواب جواز المسح على العمامة سواء كان هناك عذر أو لم يكن. وقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن بعض العلماء قيد المسح بحال الحاجة والمشقة، ولكن الأظهر والأقوى أنه يجوز المسح مطلقا. وقد ثبت عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار هنا العمامة، فيصح أن تسمى العمامة خمارا. ثم إن حديث مسحه عليه الصلاة والسلام على الناصية والعمامة استدل به من أجاز المسح على بعض الرأس، إذ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على بعض الرأس، فأقل ما يجزئ في المسح على الرأس مكشوفا هو بعضه. ولكن الصواب كما تقدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه، ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهي مقدمة الرأس، مسح عليها مع الإمامة.